بعد خروج المنتخب الوطني المغربي من الكان جاء يوم الحساب. خروج المنتخب المغربي من الكان رغم أن الجميع صرفت عليه الملايير، مصدرها دماء المغاربة. ألم يكن من الأجدر صرف تلك الأموال للحد شيئا ما من البطالة والفقر المفقع الذي نحن عليه الآن؟ ألم يكن يستحسن صرف تلك الأموال على بناء شركات ومعامل لتحقيق أو لتخفيف الحمل وقلة العمل؟ هل تجدون سهولة في صرف الأموال الطائلة على منتخب وتجدون صعوبة في صرف الأموال فيما يفيد أبناء الوطن؟ هل فوز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا أهم من تخفيف معاناة الشعب المغربي؟ لو قمنا بعملية حسابية بسيطة سنجد بأن كل الأموال التي صرفت على المنتخب المغربي منذ سنة 1998 إلى يومنا هذا كانت كافية للحد من البطالة والفقر بصفة نهائية. نقف هنا ونطالب بمحاسبة السيد القجع وأعضاء الجامعة على تبديرهم المال العام دون الحصول على نتائج إيجابية تصب في مصلحة الشعب المغربي. أليس من الواجب تغريم الجامعة والمدرب واللاعبين على تضييعهم للمال عن فراغ؟ لحاصل هل ستظلون تبدرون المال على المنتخب لم يحقق أي لقب منذ أكثر من 40 سنة؟ أو بمعنى أوضح لديه لقب وحيد ويتيم منذ أن خلق هذا المنتخب. لقد طفح الكيل بالزبا، لذا نطالب بمحاسبتهم وطرد سيد لقجع من الجامعة وفسخ العقد مدرب وعدم الاعتماد على اللاعبين المحترفين، فالمحليين أفضل وأرخص وأجود منهم. أقول باسم جميع المغاربة يكفينا تبدير للمال عن فراغ. لقد حان الأول للاهتمام بالشعب وتوفير له مجالات للعمل لكسب قوتهم اليومي بدل هذا الدل والعار الذي نحن عليه. يكفينا نفاق بعضنا البعض، فأنتم يا مسؤولين لا تهتمون بمواطنيكم وبكراماتهم وبفقرائهم ومعاناتهم من جراء البطالة والأزمات المتكررة، فأنتم يا مسؤولون من تدعمون الإجرام وتساهمون في تطويره بشكل كبير، كما أنكم السبب في كثرة الفسق والفساد والعهرة الذي أصبحت عليه النساء المغربيات. لو كنتم وفرتم فرص للعمل ولو بنسبة قليلة لكنتم وضعتم حد لتفشي الجريمة والعهرة في البلاد. الكلام طويل لكني سأكتفي بما قلته راجيا من الله ومنكم فهم رسالتي هذه والعمل بها حتى نحظى بفرصة جديدة داخل هذه الحياة الصعبة، والسلام. مسكو الختام.